الفن كوسيلة للإصلاح والتغيير، الفن باعتباره لغة تخاطب الوجدان، ويمكن لها أن تلج القلوب وتغير الأذهان ثم تغير الإنسان. في السليمانية فنانة عراقية تستخدم الفن وسيلة لإصلاح السجناء ولجعلهم يدركون مجددا معنى الجمال الموجود في نواحي الحياة، حيث لم تنتهي بعد حياتهم، إنما يمكن أن تستأنف من جديد. سر المهنة أغلى من المهنة. بطلة حلقة اليوم فنانة مبدعة أفصحت عن سر فنها لتنطلق بمبادرة إنسانية تستحق الوقوف عندها مع الفنانة ثائرة المياحي. تعالوا معنا نستشعر ضوءنا الجديد. مبادرة الفن التي حملتها هذه الفنانة العراقية إلى داخل السجون أخذتها بيدها لتخاطب بائسين نالوا جزاءهم العادل نتيجة ما اقترفت أيديهم من خطايا، لكن هذا لا يمنع أن نخاطب نفوسهم الحائرة من أجل أن يكون السجن إصلاحا وتهذيبا حقيقيا. فالهدف الأول من السجن هو الردع بعقوبة قانونية إضافة إلى إصلاح الفرد وإعطائه فرصة ثانية. كل فرد، هسه أنا فرد، كل فرد بوحده يقدر يتبنى فكرة. موضوعة السجناء أنه موضوع إصلاحهم، الفن بشكل خاص وبشكل عام هو رسالة إنسانية، تطهير للنفس من أدرانها، من تراكماتها. الفن رسالة، إذن هذه مدام أني فنانة، إذن هذه الرسالة يجب أنه في يوم من الأيام أني أقدر أوصلها بطريقة مباشرة جدا. يمكن عبرت بلوحاتي عن المرأة وعن الطفل وعن التهجير وعن داعش وعن سبايكر، هو يرسمت لوحات بخصوص ما يخص البلد. بس هذه الفرصة اللي إجتني أني وأنا أعتبرها غنيمة كبيرة لتعليم مجموعة من الناس هم أخطأ، وباعترافهم انهم اخطاوا، بس الانسان كل احنا معرضين للخطا، بس الانسان من يخطئ ويدخل الى مكان العقوبه هنا تبدا نقطه الانطلاقه. يا اما انه احنا نصيح عليه مجرم 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 ونخليه يجرم اكثر ونخليه يسيء اكثر، او نقول له لا، من هنا انت بدت عقوبتك وان شاء الله تطلع انت بعد العقوبه انسان ثاني. السجن حين يستقبل الألوان وأدوات صناعة الجمال فإنه يستقبل أملاً في إصلاح الفرد مع تطبيقه وخضوعه لمحكوميته القانونية، وهو سيشغل الأيادي التي كانت ترتكب الخطيئة والانحراف في تجريب صناعة الجمال بدلاً من تدميره. احنا باحثين دائماً ندور على أفكار جديدة وأعمال جديدة نريد نحولها داخل السجن. احنا يعني هدفنا كإصلاح او تأهيل السجين موجود داخل السجين. وش اسمه، مره شفت الثائرة هي كفنانة تشكيلية عندها دورات، واتكلمت معها قالت اني مستعدة كمتطوعة اقدر يعني اشارككم هاي الشغلة الجديدة. ليش ما نزرع بذرة الفن مثل ما تدرسون هسه بديتوا تهتمون بالانجليزي من الصف الاول؟ لا، اهتم موازي الى الانجليزي، اهتم بالفن، درس تاريخ الفن.
أخذتنا ألوان هذه السيدة العراقية إلى داخل أسوار السجن، وهناك وجدنا مشغلا كبيرا للذين يميلون إلى الإبداع والفنون التشكيلية، وفيه الكثير مما يمكن أن نسميه فنونا شعبية وإبداعية يمكن لها أن تقتل جذوة الشر في داخل الفرد وتستبدلها بضوء للخير وفعل الخير حتى لو كان ضوءا خافتا. أنا صرت 14 سنة من هاي السجن معسكر سليماني. 14 سنة، نعم. إيش قد صار لك بالسجن؟ 14 سنة بالسجن. صار لك 14 سنة؟ نعم. إيش قد بعد تخلص المحكومية؟ والله بعد نشوف الست سنوات هيجي. بعد ست سنوات؟ نعم. هسه نتحدث عن الورشة اللي صنعتها ست، نعم. دائرة. أنت من شلون إجت دائرة وشلون أنت إجيت للورشة؟ اللي الصراحه الست صاهره يعني عنده الفضل علينا الهوايه، يعني قبل يجي ست صاهره احنا كنا جوا تدي ظروف الاقتصاد العراق عامه وكردستان خاصه يعني تاثر على الكل العراقيين، بس يمكن احنا حصاري يعني ظروف العائليه ظروف الماليه وجوا كنا ما كنا اي شغل، يعني اعصاب السجن التعب يعني نفسيه تعبانه يعني الظروف مو كان عندنا حلو، بس من اجت اللي صايره تقريبا على حدود الشهر ويانا يعني تعب وايه يعني متعلمين على اللوحات على شغلات، من نجي هنا على الورشه يعني ننسى السجن ولا عبالي احنا بالسجن طبعاً. يعني انا قبل يعني قبل كم سنوات انا كنت هم ارسم، بس من اجى الست صايره يعني شو نقول متعلم اكاديمي يختلف على تعلم اكاديمي اي، بس احنا هم اخذنا منه الدرس يعني وايد استفدنا به. هسه انا تقريبا عندي 10 لوحات يعني خاصه يعني انا هوايه احب الفن يعني قبل اي واحد من عنده خليط من هذا شنو تقصد بيها؟ هاي صوره اقصد بيها يعني الانسان البر من يقمر بالحياه يوقع به، من يوقع به يتوقع السجن، واحد موجود هذا يعني بس يعني تندم يعني يصير القهر لأهلك يصير اندنام لأهلك، هاي الصورة موجود هاي السجن هاي نفس واحد، وهذول فرضا يعني عندنا هم سجانين وهاي أهلك مثل الأم أو أخت يعني يصير الأهلك، وهاي عندنا هذا الصورة اللي خلينا نقول تجمع مال الروحيانية المرأة والرجال. طبعاً هدية أحد السجناء أصدقائي قدم لي اليوم هاي الهدية اللي هو من شغل أيديهم طبعاً ومن الطبيعة هذا القرنفل وبعض الخرز، وأنا جداً سعيدة بهذه ألبسها وشكراً جزيلاً. وضعك شلون كان قبل أن تجي تقول لكم المشغل والورشة، شلون كان وضعك النفسي؟ والله احنا تعرف احنا نزلاء ونشتغل شغلات يدوية والحمد لله وشكر من جوي الجماعة الثائرة والباحثين سووا هذا المشروع لنا، يعني احنا تطورنا الحمد لله وشكر، قمنا نعرف نسوي أشياء هي وجهتنا، واحنا الحمد لله وشكر شوية شوية جاي نزيد رتبت وضع. اي والله حالتكم النفسية يعني هسه قام يصير عندك فراغ تفكر ممكن بشغلة فنية، قبل شلون كان؟ اي كنا قبل متكئبين تدري بالقاعة قاعد وكل شيء ماكو لا شغل لا عمل، هسه الحمد لله وشكر نطلع للورشة الأمور صايرة شوية أوضح لنا. احنا دائما نفكر بمشاريع جديدة وأفكار جديدة، يعني إن شاء الله يعني عندنا هذا الشيء ببالنا، يعني احنا كباحثين دائما هذا هدفنا الإصلاح أو تأهيل السجين عن طريق الأفكار الجديدة أو مثلا نشغلهم بالأعمال جديدة، مو بس الأعمال اليدوية، أي شيء الترفيهية الرياضية الثقافية. جتيس الفنانة التشكيلية ستار يعني بصراحة تطورنا هواية، كان احنا صحيح كانت عندنا أفكار ورغبة لهذا العمل بس هي طورتنا بالزايد، فقمنا نبدع بشغلنا يعني طلعنا شغلات حلوة وشون يقول شي رغبة، والأكثر شيء دعمتنا هاي الدارة إصلاح سليماني يعني بصراحة دعمتنا بواي الشغلات عطتنا حرية كاملة بأن نقدر نتصرف كذا ونشتغل. تمام، نفسيا شلون انعكس عليكم الموضوع؟ يعني
كانما تحس انسان طبيعي، ما عندك اي مشكله نفسيا ولا اجتماعيا. ما قبلها؟ قبلها لا، شو الانسان عنده شويه نوع من الاكتئاب لان تدري الظروف المعيشيه وكذا، بس هسه لا الحمد لله والشكر تطورنا ونقدر من خلال هذا الشغل شويه تقدم لنفسك شيء. نقدم نفسنا. وعدوكم بشيء انه هاي اغراضكم راح تطلع تصير معرض ان شاء الله؟ هسه كملنا لوحه حوالي 100 لوحه وراح نعرضها كشكل معرض تشكيلي فني وحتى العالم يشوف شغلنا، وان شاء الله عندنا طموح نطور بشغلنا ازيد. بدلني ايوه هركارك استاذ راو بابا انكاد بابا انكاد موجورك لمديرن بي استاذ راو لبريكاته كان يخوي لنا زور هيجني خوي في اخر جاب ويكاتك يشكل جرا ديت في شو يا بابا جرقلم يشبو استاذ راو عرضك يا استاذ راو ديجلم كارم كبد نيوا لا لي دروني حزب اراميه كاتك او لو قلب الغي وجنجالنا وجور لو بي ايشو بكاري جور رزقاري بي ديلرا جرقلم كاره تازه جور لو شازه تازه بيرو كبد نيوا كاريغري كي زور ايجابي هوا لا مشكلي لا دروني كمالاتي. جولة اليوم ما زالت مستمرة وفيها بعض التفاصيل تأتيكم بعد هذا الفاصل، انتظرونا. صار 7 زيارات يعني بالاسبوع راح مره، كل مره اخذ لهم فكره، كل مره اخذ لهم من صار الموضوع جد بدات الافكار تكبر، يعني بدات اشتغل لهم مثلا جداريات كبيره وهذه، فاني احتاجت الى ابني بالمنشار اليدوي، ولو انه انا اشتغل هذا الشغل بايدي بس هو شوي اسرع مني، فقلت له بكره احتاجك تجي وياي. هو كان صايم وما يقعد من الصبح، فتوسلت بي انه لازم تجي وياي، فبالقوه اجى وياي. بس هالمره بعد لا تكلفيني لو ما اعرف ايش، من راح من اول زياره قلت له راح تحب المكان وتحب الموضوع. من اول زياره واشتغل ساعات جداريه خشب واشتغلنا على المنشار والنشاره والهادي، اسمعي اتفق ويا السجناء يقول لهم ان شاء الله الاسبوع الجاي انا راح اسوي لكم كذا اسوي لكم كذا. اذا انا ضحكت قلت حب الفكره وتطبع وياهم، والطاقه كانت ايجابيه وجميله جدا. صنع السجناء من كبار السن ومن ذوي المحكوميات طويله الامد الوانا واعمالا فنيه عادت لهم ادميتهم امام ذواتهم قبل كل شيء، وبداوا يستكشفون المساحه الانسانيه في نفوسهم من جديد. أكثر النزلاء كلهم صاحب العوائل، يعني مثلا محتاجين ماديا بدال عن انشغالهم داخل السجن. احنا هاي فكرتنا مثلا نبيع ونفتح المعرض ان شاء الله عن قريب ونبيع بضاعتهم ان شاء الله، نديم يعني بالورشات ومثلا نلقاهم مكان تسوق خارج السجن، يعني حتى دائما يقدرون يبيعون ويربحون بالش اسمه اخلاقهم. حب الناس عندي، حب القلب اللي احمله اني، اللي بدي كل الناس تتعلم وبدي كل الناس تستفيد. يقولوا لي ليش تنطين اسرار مهنتك، ليش تروحين تعلمينهم هذا اسرار مهنه؟ اقول لهم لا، اني دا اخلق انسان فاحكي ويا وهوايه هسه فنانين، او مو الفنانين، بعض الناس دا يقولون يا ريت كل الفنانين يحذون هذا الحذو، لان اللي يكون في ياخذون دروس حقيقيه مو مجرد للاعلام، دروس حقيقيه وين؟ بالسجون او بالدار الايتام او في دائرات الاصلاح، هواي اماكن، هواي اماكن مجتمع محتاج الى التثقيف. تحاول الفنانه ان تنظم للسجناء معرضا شاملا لاعمالهم، أنها تحاول أن تمنح المحكومين والخطاة فرصة مخاطبة المجتمع مجدداً والتطهر بالفن من رزاياهم، الفرصة لم تفت على استئناف الحياة وتهذيبها،
وها هي تأتي مجددا عن طريق الألوان والأعمال الإبداعية حتى وإن كانت بسيطة. الأفكار إنه إحنا نقيم معرض وإنه أنا أبقى أتابع الجماعة وأبقى أتابعهم حتى لو إنه انتهى المعرض، أريدهم يكونون منتجين وأبقى على تواصل وياهم، دائما أطبع لهم صور، دائما أخذ لهم أشياء من عندي. كل زيارة عبالك أولادي قبل يوم أفكر باكر إيش أخذ لهم، يعني هذه جبت لكم هاي الشغلات اشتغلوها من أنا أكون ما موجودة خلال أسبوع. فهذه الشغلات وأني كلش مرتاحة لهاي التجربة، كون أنه أنت هذا الإنسان المنسي هناك يجب أن يكون تواصل وياه، يجب. أني سمعت من صارت عندي هاي التجربة، سمعت أنه أكو سجناء مثلاً بأمريكا ما عندهم أهل، أكو يجوهم ناس متطوعين ويزوروهم. يقول يحكي لي أحد الأصدقاء يقول وإن ما قدر يجي يتصل يقول لي أني آسف ما قدرت أجي أشوفك هذا الأسبوع، يقول لا عرفه ولا يعرفني بس مجرد أنه حالة إنسانية. صدره وبيشو تلك بون من زور كاريكي كي درنجامي كي بي سي نبو، يعني شتك بو كدوباره وجور التقليد بو طالما اسا صدره كي بين اشكي غورانكاري هاتو عاده لا جاني انسان مروفاتيا وا غورانكاري اشكي لا خلاص زور ايجابيه كان لك سكدا جابت هبه دقل صدره وكشبه بو غورانكاري امكاره لا صدره ولا صدره وكك جور لا امد الدنيا يبات بو كل داتو بتاني سودي كي باشير بينه. زيارتين الأخيرة كان ابني علي وياي عشان إنه عندي أشياء ثقيلة خشب أخذ لهم هواية أمور حتى مناشير. بعدين الإدارة السجن صار عندها من شافوا هالشكل صار عندهم التفاعل إنه قاموا يشترون أجهزة كهربائية بالمنشار وبالكابسة وبدوا يطور، اشتروا خشب، اشتروا يعني من شافوا أكو إنتاج، يعني صارت شغلة كلش حلوة. يعني السجين للورشة بإشراف الحرس، نخلص إحنا الشغل وبعدين هم ممكن يأخذ أوراق أقلام، ممكن يأخذ فد لوح خشب بسيط يرسم بيه الحالة، بس أكو أشياء لا ما تطلع خارج الورشة. بالفعل الإنسان يستفاد من الغلط مالته، الغلط مو بس مو زين، الغلط استفاد من عنده. إحنا صار لنا مدة هنا مدة طويلة بالسجن، يعني صحيح إحنا على الغلط إحنا، بس الحمد لله أشكر إحنا صرنا زينين هسه. يعني بديت تعرف إنه وين أشياء الصح وين الخطأ. إيش شون لعيب؟ راح تشتغل على أساس وعي الناس، راح تكون على اعتبار أنت دخلت بعبرة لازم تدخل هاي العبرة للآخرين. إن شاء الله. تمام. هسه أريد أحكي عن شغلة، إنه أنت أصلاً عندك موهبة لو هنا دخلت المشغل. لا والله هنا دخلت المشغل. لا والله ما شاء الله. والله نسوي أشياء يدوي مال سجن. إيه؟ علب مع علب، علب مال مكياج مال نسوان، ونسوي كل نسكات مال سيارات وايد سوالف. وين تودوها؟ ودين على الميز، عندنا ميز نبيع احنا عليها هنا. يعني بداخل السجن؟ اي بداخل السجن والله. يجون الناس يشترون من عندها؟ والله زينه يعني. وهسه هاي مالكم وين راح تودوها ان شاء الله اللي اشتغلتوها؟ والله ستايرا قالت راح نسوي لكم معرض، و ما ادري المعرض بعد وين، احتمال خارج السجن المعرض ويبيعوا لنا يعني ان شاء الله. اي شغله جديده، اي اعمال جديده، مو بس سجن، اي انسان مثلا. يعني من تلقى فد شيء جديد عادي يعني تاثر على نفسيتها وعلى وضعها. قبل كل شيء مهما يكون هو انسان، قبل اي خطا هو احنا نباوع على هذا الشخص كانسان، ومهما يغلط يعني شو اسمه احنا نريد نساعده ناهله يعني او شو اسمه نصلحها اكثر يعني من الاخطاء اللي هو مسوي. يعني صراحه هسه اليوم احنا بهاي الورشه اعتبار احنا كل يوم من نجي هنا اعتبار يومي احنا عندنا عيد، نعتبر عيد بس غير يوم لا والله جو مو خوش. نعم. يساعدوكم داخل السجن يعني حتى تشتغلون وانتوكم؟ والله دائرة زين، يعني يحاول مهما كان ظروف الاقتصادي يحاول منا منظمة ومنا يعني شوية ظروف يختلف. ما ممكن انه تعبر عن عصبيتك بالسلاح او تعبر عن غضبك بالسلاح. هذه الحالة ادت الى حزن هذا الرجل، وانه كان بالسجن فقد زوجته فقد ابنه، وواحد ثاني كذلك لحالة عصبية هم قتل زوجته لحالة عصبية اللي بدون اي يعني بدون أي مبررات. هو المجموعة اللي عندي لمجرد أنه هو وافق أو عنده الرغبة يدخل هاي الورشة مادة الفنون، أنا أعتبره هذا إنسان بداخله إنسان لمجرد موافقته دخل هذه المكان.
هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية بدأ يشغل نفسه بإنتاج، يعني أنا مو بس مجرد أنه دا أعلمهم، أنا أولاً مفكرة أو يعني الكل أنه متهيئين أنه كل الأعمال اللي نشتغلها كل أسبوع نشتغل فكرة جديدة ونطورها، وإذا نخزن الشغلات نريد نسوي لهم معرض كبير إن شاء الله. لو وجد السجين داخل أسوار سجنه من يعامله باحترام فهناك فرصة كبيرة أن تتغير سوءته ووصمته إلى رغبة عارمة بتقديم الجمال على القبح وممارسة الخير بدلا من نشر الشر. وقد أقبل بالفعل عدد كبير من السجناء على المساهمة بهذه المبادرة، لقد وجدوا فيها أنفسهم الضائعة بدلا من التيه في الانتقام والتفكير بارتكاب المزيد من الشر. نقش نقش نقش، يعني شلون نقول مربعات وبها صدف بها شغلات حتى تنطي اوكي الشغل جدا حلو، بس حتى نضيف جمالية فنية للخط هذا او للقطعة هذه، نضيف هنا زخارف هندسية. شلون نقول الخط والزخرفة اللي انت دارس خط وزخرفة له فطرة؟ لا بس الخطات يعني قبل يعني مو دراسة، لا بالدراسة. بالدراسة حلو، يعني ماخذين موضوعة الخط والزخرفة، فإذا اشتغلنا موضوعة الخط والزخرفة هنا راح تطلع كلش حلو مع الإطار عشتي دف جنة كلش حلو. الأعمال الروعة، الإنتاج الجميل، اللي إبداعات اللي من عندكم، أجي كل أسبوع ألقى شغلات جديدة مسوينها، كلش فرحانة وكلش سعيدة بيكم، وأنتوا فعلا ناس منتجين فنانين بداخلكم روح حلوة، كل الناس دا تسأل عليكم، كل الناس مشاركة هذا الكرنفال، مو بس أنا، كثير من القنوات، أولهم قناة الحرة عراق، راح تشوفون إن شاء الله معرض كبير، الناس راح تجي تزوركم. انتوا اللي شجعتوني وانا شجعتكم، انا صح المبادره الاولى من عندي، بس لولاكم انتوا، لولا تفاعلكم وياي بهذا الشغل الكم الاعمال الجميله، كل ما اجي القاكم يعني ورشه نحل دا تشتغلون، هذا يخليني انا اشتاق اجي يمكم دائما ودائما انتوا بذهني الاسبوع كله، انتوا انا بس افكر فيكم. نعمل احنا من موقعنا، خلنا نحاول نصلح، خلنا نحاول نغير، ما نضل بس نحكي بالفيسبوك، خلنا نغير ولو 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 لا، ابدي من موقعك. انتوا هسه بهذا متابعتكم لهذه الحاله، هذا هم اعتبره اني من النوع اللي تسليط الضوء، هذا هم يعني انتوا ناس عندكم رساله تريد توصلوها لكل الناس. كل نزيل هنا في داخله إنسان صحيح حتى وإن أخطأ، وهناك من يشعر بذلك الإنسان ويحاول أن يكشف عنه من خلال اللون والفرشات والمشغولات اليدوية الرائعة. كنا وإياكم في جولة داخل دائرة إصلاح الكبار في السليمانية مع الفنانة ثائرة المياحي وكوكبة من الباحثين النفسيين في مبادرتهم التطوعية. حلقة اليوم انتهت، على أمل اللقاء بكم في الأسبوع المقبل، وإلى ذلك الحين نترككم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.